السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. رجلا مقر عمل خارج بلده مسافة قصر. نعم. فهو يبيت مقر عمله 4 أيام ثم يرجع إلى بلده البقية الأيام من بقية الأسبوع. نعم. فأيهما يعتبر مسافة؟ فيما أنت مقر عمله التي يبيت فيها في طيب مقر عمله هل هو مؤقت أو غير مؤقت؟ لا غير مؤقت. غير مؤقت. هو مؤقت لآخر السنة مثلا. محدد في آخر السنة. إيش؟ محدد في سنة واحدة مثلا. محدد يعني معناه بعد سنة يرجع البلد. بعد سنة سيرجع البلد. هذا مسافر. لكن يبيت في مقر عمله مثلا 4 أيام. إيه هذا يعتبر مسافر. مثل فرض إنسان وكل عليه التدريس في قرية. في قرية من القرى. يبقى فيها أسبوعا وفي عطلة في آخر أسبوع يرجع إلى أهله. هذا يعتبر مسافرا. لكن يجب عليه أن يصلي الجماعة مع المسلمين. لكن إذا رجع إلى بلده هل يعتبر مسافر؟ لا لأنه سيرجع. لأنه مستوطن. رجع إلى أصله. أين؟ لأن قطع السفر. نعم.